ال 25 مليار دولار دول اللي احنا بنتكلم عليهم، اللي هي القايمه اللي فيها 150 مشروع، واللي احنا حلمنا ويمكن يعني ننتهز الفرصه ونكلم كل المستثمرين المصريين، تعالوا القايمه ديت دي مشروعات او مستلزمات انتاج بالفعل معروف لدى البنك المركزي ولدى وزاره الماليه والتجاره والصناعه حجم المستلزمات اللي احنا بنستوردها سنويا منها. يعني اي منتج من في القايمه ديت احنا بالفعل بنجيبه لمصر، بيكلفنا قد ايه؟ هنجد انه مثلا ممكن يبقى 100 مليون دولار، ممكن يبقى 500 مليون دولار حسب. اذا هي مشروعات دراسات الجدوى بتاعتها لان هي سوقها موجود. يتبقى ان احنا كدوله نقدم حوافز تشجع يعني تحسن من شروط النجاح، لان ممكن تكون دراسات الجدوى بتقول ان انتوا فعلا بتستوردوا ده، لكن تكاليف التشغيل والصناعه للمنتج ده في مصر مش هتبقى اقتصاديه، لان هو محتاج انتاج كمي ضخم جدا عشان يبقى اقتصادي. انا اعوض ده كدوله بان انا اقدم تسهيلات للي هيقوموا بهذه الصناعه. التسهيلات دي عباره عن ايه؟ زي موضوع الضرائب اللي احنا بنتكلم فيه. احنا قلنا 5 سنين وممكن نخليه اكتر من 5 سنين، بس احنا بالاول بنشوف رد الفعل ايه. الموضوع ان احنا مثلا ندعم احيانا برامج زي برامج الصادرات. طب برقم اكتر من 50 و60 ممكن، لو النهارده حجم الصناعه او حجم البضائع اللي هيتم خروجها هتحتاج اكتر من الرقم ده دكتور مصطفى، هنموله مفيش مشكله، لان هو في النهايه بيزود لي الناتج المحلي، بيعمل لي تشغيل، بيجيب لي كمان ايرادات اخرى. وبالتالي احنا محتاجين كدوله ان احنا خلال المرحله ديت نركز جهدنا ونقنع المستثمرين المصريين والاجانب بان هم ييجوا يشتغلوا معانا في القايمه ديت اللي انا بقول فيها هي مشروعات. مثال، انت بتستورد مثلا 13 ونص او 14 مليون اطار كاوتش، مش كده؟ اطارات السيارات وكل الاطارات يعني. طيب انت دول بيكلفوا قد ايه؟ 700 800 مليون دولار، مش كده؟ طيب انا المصنع ده لو اتعمل في مصر يبقى هينتج الكلام ده، ويبقى انا بس هجيب مستلزمات انتاجه، هجيب مستلزمات انتاجه. الفرق بين مستلزمات الانتاج اللي بجيبها ليه وبين الرقم اللي انا كنت بستوردها كامل الصناعه ممكن يوصل له 200 250 مليون دولار. يبقى انا وفرت 250 مليون دولار من بس منتج واحد هو منتج الاطارات، وحاجات اخرى كتير زي السودا اش اللي اتكلم عليها وكلام اخر. اذا احنا كدوله، احنا كمواطنين، احنا كمستثمرين، احنا كرجال اعمال محتاجين ان الرقم ده نقدر ننهيه في اقل مده ممكنه. ولو احنا نجحنا، عشان بس الناس بتقول ايه، متى نرى ان الازمه دي بتنفرج تماما بغض النظر عن التطورات اللي موجوده في الخارج، اللي هي موجوده في اللي رفعت اسعار الوقود ورفعت اسعار السلع الاساسيه، وايضا يمكن عملت تعقيد في سلاسل التوريد او الانتاج اللي بتمر حوالين العالم. احنا محتاجين، وانا بقولها دلوقتي لان ده موضوع احنا شغالين فيه بقى لنا 3 سنين ونص 4، ودلوقتي ان الاوان، ويمكن الازمه اللي احنا موجودين فيها ديت اكدت ان احنا لو اتحركنا بفعاليه ومهما قدمنا من حوافز للناس لن يكافي ابدا ان احنا نوفر ال 25 مليار دولار دول. وبالتالي بضم صوتي للسيد وزير التجاره وللدكتور دوله رئيس الوزراء في ان احنا نتحرك ونكثف ونقنع رجال الاعمال. وانا بقولها قدامكم دلوقتي هنا، اي رجل اعمال او مستثمر احنا مش بس هنقول له خد الارض. موضوع الارض ده ارض موضوع بسيط جدا، وانا خلوني اتكلم هنا في النقطه دي عن موضوع احنا التجربه بتاعتنا خلال ال10 سنين اللي فاتت اظهرته. كان كل ما نتكلم مع رجال الاعمال والمستثمرين يقولوا خصصوا لنا اراضي،
فقلت طيب يعني بنخصص حاضر. ثم قلنا نراجع الأراضي اللي تم تخصيصها وحجم المشروعات اللي اتعمل عليها، لأن ده بيعكس إن هل في طلب على الأراضي؟ هل الأراضي اللي تم تخصيصها كفاية؟ ولا محتاجين؟ فوجئنا إن إحنا كنا خصصنا حوالي ما يقرب من 30 مليون متر، وفوجئنا إن اللي اتعمل عليه مشروعات لا يزيد عن 10% من الرقم. وده اللي خلانا مشينا في المسار بإن إحنا ننشئ مجمعات صناعية 17 اللي قالهم وزير التجارة والصناعة. طب إحنا ممكن نعمل 17 تانين؟ 20؟ 30؟ ممكن لو في طلب. لأننا في الفكرة بتاعت المجمعات ديت قلنا إن إحنا مش هنخلي المستثمر سواء كان مستثمر متوسط أو صغير يدور على تراخيص ويدور على فلوس عشان الأرض اللي أنا اديتها له يعمل عليها المنشأة بتاعته. طب أنا هعمل المنشآت الصناعية وأقول له اتفضل الحاجة موجودة اهي، أنت كده معك رخصة، معك ترخيص إنك، لأن في قائمة بالمشروعات اللي إحنا مش كده برضو، قائمة بالمشروعات اللي إحنا بنسمح بيها داخل هذه المجمعات. طب لو احتاجنا، هو بيقول لي 4 خلصوا 100%، طب لو إحنا محتاجين تاني نعمل تاني؟ طبعا تاني وتالت ورابع، نشغل الناس، نزود الناتج المحلي، نقلل فاتورة الاستيراد، وده هو ده السبيل الوحيد اللي يخلي البلد دي تطلع لقدام. بس لازم أقول نقطة مهمة هنا، إن إحنا وإحنا بنعمل ده لازم تعرفوا إن الموضوع متداخل مع بعض، يعني ما تقدرش تقول ده ويكون التعليم اللي عندك ما بيطلعلكش ناس، حتى التعليم الفني يقدروا يشتغلوا في المشروعات اللي إحنا بنتكلم عليها.